طبعا هذا النيسان تجهيز المسعود للسيارات، اسمه القناص، هذا حق اهل البر. الجامبينات اللي عليه استرالية غاز مع تعيير، الرنقات اللي عليه بيدلوك حتى لو تنسم لحد 4 ما فيها اي مشكلة. شد من داخل، شاشة طبعا. الحلو اللي فيها السيارة انها مصفحة كامل من اسفل، مصفحة من الماكينة الى ورا كامل تصفيح. طبعا الجنبيلات اللي عليها الغاز مثل ما قلنا، سيارة أوفرود بحتة لعشاق البر والرحلات. مزودة كذلك بنظام هواء في السيارة، فيها بتعير كم اللي تباه، كم الوقت، وتشغل اوتوماتيكيا يبند من بعد ما تعبي. هذا الحلو اللي فيها.